من المعروف رشا ببلدنا وتحديدا يمكن محافظة دمشق قد هي مرتبطة اليوم بالعديد من الحرف التراثية القديمة اللي بتعكس التاريخ، بتعكس الماضي والأصالة العريقة، وأكيد شيوخ الكار يلي مميزين ومبدعين بالعديد من الحرف. وواجب علينا اليوم كسوريين أنه نهتم بهي الحرف دائما، مهما كان في تطور، مهما كان في تقنيات، نحن نحاول ندعم هي الحرف ونحاول يمكن نعلمها للأجيال القادمة. يا رشا، أكيد اليوم مهمة شيوخ الكار السوريين هي الحفاظ على هذه الحرف وتعليمها للأجيال القادمة، وهنن يعني للأمانة ما هن عم بيقصروا. اليوم حاضنة دمر عم تشتغل شغل كتير حلو على الأرض، ودائما الحرف السورية إلى بصمة خاصة كان على المستوى المحلي أو المستوى الدولي، وصارت مطلوبة كتير يا هايدي. يعني اليوم بأي معرض خارجي بتلاقي في حرفة سورية يعني مزينة هذا المعرض، ودائما في فضول خارجي لمعرفة تاريخ هاي الحرفة وكيف بيتم تعليمها. اليوم رح نضوي على أهمية تعليم الحرف السورية والمحافظة عليها كرمال الأجيال القادمة. وضيفنا لليوم هو الأستاذ عدنان تنبكجي، أمين سر هيئة مدربي حاضنة دمر المركزية للحرف التراثية. صباح الخير أستاذ عدنان. صباح أهلا وسهلا فيك. صباح الورد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك أستاذ عدنان. عم نحكي عن موضوع كتير مهم، وتعودنا دايما يمكن على حاضنة دمر المركزية قد هي في عندها نشاطات وفعاليات عديدة ومستمرة دعما لهي الحرف التراثية. خبرنا بداية نحكي عن احتراف المهن التراثية، هل تعتبر مهنة صعبة؟ خبرنا تفاصيل أكثر. والله اليوم أول شيء بوجه لكم تحية. أهلا وسهلا. شكرا وصباح الخير لكل اللي عم يشوفونا ويسمعونا. بحقيقة حكيت يا حضرتك رشا أنه المواضيع أنه عم تصير بحاضنة دمر في جهود كتير حلوة وجبارة، وفي دعم من الاتحاد العام للحرفيين ووزارة السياحة كمان، وجه لهم تحية على أنه هنن عم يشتغلوا شغل كتير حلو، وفي ثمرات هلا عم ناخذها وعم نعطيها لكل واحد عم يتدرب بهي الحرف اليدويه. دورات مكثفه خلال هذا الشهر، عم صار في كثير دورات. حبايبنا واصدقائنا شيوخ الكار والحرفيين اللي كانوا بكيه سليمانيه اليوم وقت اجوا على الحاضنه زادوا الحاضنه طبعا ابداع وجمال وواقع بموضوع التعليم، وخاصة هلأ بهاي الدورات. هلأ في عنا دورات قائمة بما يخص موضوع الجلديات، وفي عنا موضوع الأغباني، وفي عنا كمان موضوع الدهان النباتي الدمشقي اللي بيقولوا له العجمي. وأنا هلأ سأويت كمان دورة باسم جمعية العادات الأصيلة اللي أنا رئيس مجلس إدارتها. بلشت مبارح؟ بدينا فيها مبارح بما يخص الفنون النحاسية والتشكيلية. في كم كبير من الصبايا إجوا كمان على دورة فن الحلاقة وتوابعها، بتعرفي الحلاقة النسائية والرجالية. عم يجوا كثير شباب بدهم ينطلقوا لسوق العمل، عم يتعلموا كمان بهذا المشروع الحلو لأنه بيتعلموا بهي الدورة. دورات عم تكون كلها مجانية، يعني احنا عادة الدورة بتكلف تقريبا من المليون ونص وما فوق. يعني اليوم أنا بنصح كل واحد عم يسمعنا يستثمر هذا العطاء، سواء من شيخ الكار أو من وزارة السياحة أو من الاتحاد العام للحرفيين أو من إدارة الحاضنة، يستثمروا هذا العطاء أنه يجوا يتعلموا بشكل مجاني. حتى المواصلات مؤمنة مجانا من وزارة السياحة، يعني أكثر من هيك عطاء أنا بلاقي ما في. يعني الواحد كل من عم يسمعنا تسهيلات اليوم كتير قوية، تسهيلات كتير كتير مهمة، وبالنهاية بياخذ فيها شهادة. طبعا في معايير للشهادات اللي بياخذها الواحد حسب كفاءته، وممكن يعمل دورة ثانية وثالثة. ومن خلال الدورة الأولى أنا بالنسبة لي كاختصاصي بينطلق لسوق العمل ولو بشكل بدائي. أكيد اليوم فرصة جدا مهمة أستاذ عدنان اليوم هي هذا الكورس، كونه اليوم عم نقول أنه كورس مجاني والمواصلات مؤمنة. ومن نذكر أنه مدة الكورس شهرين، يعني لكل حدا اليوم عم يشوفنا أو يسمعنا كتير مهم اليوم اللي حابب ينضم لحاضنة دمر المركزية. طبعا هذا المجهود وهذا العطاء هو رسالة من حضرتكم واستمرارية لكم، هذا دليل على إصراركم على إحياء التراث الشامي، على المهن الحرفية التقليدية. أديه اليوم مهم ومطلوب منكم هذا المجهود. هاي أمانة، يعني إحنا مثل ما تعلمنا لازم نعلم، هاي الهوية تبعنا. يعني بكفينا اللي ما صار فينا من الماضي القريب، خلينا نقول نتيجة ظروف الحرب اللي صار كثير من هجرة الحرفيين بطريقة أو بأخرى. اليوم عم نعيد هذا التاريخ وعم نثبت وعم نوثق هاي الهوية التراثية،
اللي احنا يعني بتدل على دلاله الماضي الاصيل اللي احنا شربنا منه بما يخص موضوع الحرف اليدويه وكيف تعلمناها. لازم نعلم ولازم كمان نزيد بابداعاتنا اللي احنا عندنا ابداعات. احيانا كمان الطالب او المتدرب او المتدربه عندهم ابداع اللي احنا بنستثمره وبناخده وبننميه، فكره ما تكون عندنا اياها وحصل هذا الموضوع. وكمان بيساعدنا موضوع الدمج بين الحرفة والأخرى أو حرفتين أو ثلاثة. المكان مهيأ، في قاعات بحاضنة دمر لموضوع النظري، في ساحة استجمام كتير حلوة لأنه بالطقوس هي على نهر ضفاف نهر بردة. في كمان إذا واحد يعني في مطعم خاص اليوم كمان فتحوه وزارة السياحة لتخديم موضوع أي حدا بده يعني المستلزمات أو الطقوس هذه لازم تكون بأي مكان على مستوى العالم. نحن موجودة بحاضنة دمر، مهيئة الورشات، مهيئين شيوخ الكار المواد الأولية ويجوا يتعلموا. أيضا بالنهاية المطاف في شهادة بيستفاد منها المدرب أو المتدرب. طيب خلينا نحكي أكثر ونتعرف عن الدورات التدريبية اللي عم تقوموا فيها اليوم ضمن الحاضنة لتعلم هاي المهن النبيلة والقديمة. خبرنا أكثر عن مدة هيدي الدورات، كل قد ايه ممكن تكون موجودة، شو أبرز النقاط اللي بتحاول دائما تركزوا عليها، ويمكن شو هي الأعمار يلي بحق لها اليوم تسجل بهي الدورة؟ أسئلة حلوة كتير. بالنسبة للأعمار نحن من 15 سنة وما فوق، حتى إذا في عنا أعمار بال 55 سنة مبارح جونا وسجلوا، ما منوقف القطار، ما بوقف عند حدا أبدا. أي حدا صبية شاب بنت سيدة بدها تجي تسجل بيقدر يجي يسجل. بالنسبة للأعمار نحن ما في أي مقاييس للعمر، من 15 وما فوق بيكون عنده القدرة أن الواحد يستوعب جنسين كلهم موجودين. الدورات عم تكون تقريبا بين الشهرين وبين ثلاثة حسب شيخ الكار هو شو منظم. بالنسبة للدورة البدائية لتعريف المبادئ الأساسية لكل اختصاص أحيانا عم يكون يومين أو ثلاثة. هلأ أنا بالنسبة لي عملت يومين بالأسبوع مشان تعرفوا الطقس شوب كتير صحيح. وكثفنا موضوع بدل ما يكون ساعة ونص ساويته ثلاث ساعات. لمبارك كان ثلاث ساعات متواصلين، واليوم إن شاء الله أنا بدي أطلع من الاستوديو فورا على الدورة كمان ثلاث ساعات مدتها شهرين. بيتعلم فيها بما يخص موضوع الفنون التشكيلية والنحاسية مبادئ النحاس وكيف استخراجه وكيف صهر النحاس وكيف محاور موضوع النحاس بعدة اتجاهات لأنه النحاس بحر. وكيف بدنا موضوع ندخل النحاس مع مثلا الخشب او مع الصدف او مع موضوع الازاز. نحن بنرسم احيانا لوحات فنيه وبنحط اطار نحاسي. هذا العصرنه مع التاريخ القديم اللي احنا اللي عم ندمجهم مع بعضهم عم نعطي رونق للصبايا والشباب انه يحبوا المودرن ويحبوا الشيء العصري، لكن في لمسات قديمه وفنيه وتاريخيه لها هويه اللي احنا في خطوط حمراء عليها على طول بنحافظ عليها. بنعلمهم كمان كيف انه اذا صار في عندنا موضوع شورت او كونتاكت بموضوع التيار الكهربائي باي تحفه فنيه سواء لمبادير او شمعدان او تريا صغيره او كبيره او بلافونيرا، كيف الست اليوم تقدر قادره على انه بعد ما تنتهي من هي الدوره تساوي العلاج عندها، كيف بدها تنظف التريا والكريستال ما له صعب ابدا، لو كانت الحجم كبير ولو كانت الحجم صغير، نفس المبادئ بصير عندها قدره انه هي تحط السلوم وتطلع بتنظف التريا، واذا في شورت وفي عندها مثلا عطل كهربائي بتصلحه بايدها. ايضا كمان بنشوف امبارح نحن خيرناهم انه هل يا ترى بتحبوا انه نكون موضوع جماعي بنهايه المشروع او بنهايه الدوره نعمل مشروع تخرج، ولا بتحبوا بكل واحد ياخذ عمل لحاله ينطلق فيه. اخذنا قرار انه كل واحد كل طالب او طالبه بيعملوا مشروع تخرج تبعهم بتحفه فنيه سواء لمبادير او مرايه او لوحه او تريا مصغره، وبنهايه الدوره حيكون تقييم لهذا العمل بعد ما انه نحن نعلمهم المبادئ الاساسيه وعم يشتغلوا بايدهم. اليوم الصبيه بتجي بتثقب بالمدقاب ما في مجهود عضلي ابدا، وهي راح ترسم كيف اللوحه وهي راح تقص بالمنشار الالي. وكمان في خطوات كثير حلوه انه اليوم الصبيه مثل الشاب راح ما ابدا ما بيميزوا عن بعض، بالعكس احيانا الصبيه بتفوق عن الشاب، عندها لمسه ابداع اكثر، في لمسات ابداع.
ابدا ما في مجهود عضلي، وشغل تبعنا كثير حلو، ابداع وفن وبيرفع الراس. بنشجع على العلم وبنشجع على مواكبه الحرف اليدويه وحسب انتماء كل صبيه او كل شاب او كل واحد جاي لعنا من وجهه. في ناس بتحب مثلا النول والبروكار، بنوجهها على الاغاباني والنول والبروكار، ناس بتحب تنزيل الصدف، ناس تحب تعليم الالات الموسيقيه الى اخره. انا الحمد لله كان لي نصيب كثير، بفخر بالشباب والصبايا اللي عم يتعلموا، وكمان انا بشكركم انه هلا في تنسيق بين فريق لمه امل وجمعيتنا العادات الاصيله بالتعاون مع الاتحاد العام للحرفيين وحاضنه الدمار المركزيه، على انه راح تكون دوره خاصه للاحتياجات الخاصه مجانيه. رح نرجع لهي النقطه استاذ عدنان، قد ايه لك اليوم بمجال الحرف التقليديه بسوق العمل؟ يعني من اول ما بديت، من اول ما قلت انا عدنان تنبكجي بدي ادخل بهذا المجال. والله انا عديت 30 سنه، لكن كمان الواحد بيتعلم. يعني في اليوم متابعه، بتلاقي موضوع الآلي ابدا اللي احنا ما بيوقف وشنا، لكن بيعطينا احيانا بنشوف تحفه فنيه ما عندنا اياها، بنستقطبها بنبرمجها وبنوظفها بشيء يدوي. طيب 30 سنة اليوم من الخبرة بسوق العمل، اليوم ايمت اليوم صار عدنان تنبكجي شيخ كار؟ بعد قد ايه؟ او ايمت نحن اليوم فينا نعطي هي الصفة للشخص؟ هلا شيخ الكار كان من زمان في شيوخ كار، والحمد لله نحن صار هلا مجلس شيوخ الكار بموافقة الاتحاد العام للحرفيين وبالجهات المعنية، توثق هذا الموضوع انه في مجلس شيوخ الكار لكل واحد ما صار له الموضوع بحدود 8 سنين. اول ما صار مجلس شيوخ الكار الحمد لله انا اخذت صفه شيخ الكار بعد ما خضعنا لفحوصات وفي معايير لشيوخ الكار. اول شيء بده يكون منتسب للجمعيه الحرفيه اللي هو فيها وين ما كان بسوريا، طبعا كل محافظه من المحافظات في جمعيات، بعد الجمعيات في الاتحاد الفرعي. مثلا انا بدمشق بجمعيه الشرقيات، اول شيء صار لي مثلا الفتره الزمنيه لازم يكون بده يكون 10 سنوات، ثاني شيء بده يكون سمعه جيده وحسنه، الموضوع بده يكون كمان عنده خبرات وبده يكون مشارك بالمعارض الداخليه والمعارض الخارجيه، وايضا بحاضنه الدمار في شرط اساسي انه بده يعلم. يعني احنا الاكتتاب بده يكون بحاضنه الدمار، بده يكون مدرب وعنده الكفاءه انه هو يدرب. انا اخذت شيخ كار بصفه خبير ومدرب الحمد لله. انت اعطيتك مسؤوليه هي القصه؟ والله اعطتني مسؤوليه وانا فخور كثير، وان شاء الله بدي اكون قدها، والمسيره ما بدها توقف، بدها تضل على طول أكيد. يعني في متابعه. نحن اكيد فخورين فيك، ويمكن هيدي الصفه فعلا صعبه اليوم انه نحن نطلق على اي حرفي، لازم يكون اليوم في مسيره طويله اليوم من امتهان هي الحرف التراثيه طبعاً. القديمه. رح نرجع شوي للدورات التدريبيه، بلشت امبارح الدورات ورح تستمر لشهرين خبرتنا. هلا امبارح بلشوا دورتين. تمام. دورتي اللي هي فنون النحاسية والتشكيلية ودورة الحلاقة والتشبيه. طيب. بأكاديمية لمست HK. اليوم شباب موجودين مهتمين اليوم، عندهم إبداع، عندهم تميز بالحرف التراثية، ممكن لبعدين بنهاية الدورة نحن نقدم لهم دعم ضمن الحاضنة، في هيك أفكار؟ طبعا. هلا نحن أول دعم بنقدمه فرص عمل. وصار هلا في الدورات السابقة اللي صارت في ناس هلا موظفين بالحاضنة بصفتهم مثلا انه هن كحرفيين، اول شيء بيصير عنده خبرة وبياخذ هي الشهادة، واذا ما بده ينطلق لسوق العمل بصفة خاصة عنده بيجي لعنا نحن، اذا نحن بنلاقيه عنده كفاءة عالية بالعكس احنا بنتراكد عليه. يعني بدنا اليوم كمان حرفيين لانه في عنا شوية نقص بدنا نرمم هذا النقص، لانه في مسيرة اول شيء حرفنا مطلوبة، والسوق ان شاء الله واعد على انه بده تحف فنيه. ان شاء الله الانفتاح كبر والامان رجع، واليوم رغم ظروفنا الصعبه والصعبه كثير الا انه الحرف والتحف مطلوبه ومستمرار عليها طلب، وهلا ان شاء الله متفائلين كثير للدول المجاوره ودول الخليج تحديدا على انه احنا حرفنا يعني هي عنصر اساسي عندهم بالقصور تبعهم وبالبيوت وبالمؤتمرات وبالقاعات، عندهم التحف الفنيه مو بس بالخليج بكل دول العالم. تمام.
اليوم ذكرت الصعوبات استاذ عدنان، ودائما احنا خلال صباحنا بنضوي على هاي النقطه ونقول انه كنتوا قد خلال السنوات الماضيه، يعني رغم كل الصعوبات ورغم كل الامكانيات اللي كانت محدوده، ولكن قدرتوا تثبتوا وجودكم. كان في معارض كثير حلوه لكم، وما شاء الله يعني وين ما اي معرض عم نروحه عم نلاقي حاضنة الدمار متواجده، وهذا دليل على العمل وعلى البصمه الحلوه لكم. ذكرت اليوم التشاركيه ما بينكم وجمعيه عادات الأصيل وغيرها من الجمعيات، اليوم قدامهم اليوم هي التشاركية للوصول للعمل اللي أنتم حابينه، يعني نجاحه. هلا احنا من أهداف جمعيتنا نحن الحفاظ على التراث الشعبي ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة بما يخص الحرف اليدوية التقليدية، لأنه هدول احنا بنسميهم يعني كل البراءة عندهم، في نظافة بالحكي، في عندهم صفاء القلوب وبدهم مين ينميلهم قدراتهم. في عنا قدرات، اللي عنده إعاقة حركية مسكين بس عنده فكر عنده إبداع، هذا اللي احنا بنهتم فيه. في تجاوب معكم أو في صعوبة بالتلقي ما بينكم وبينه؟ نحن علينا أنه نفصل بصراحة، هلا نفصل. احنا بالدورة القادمة اللي أنا بدي ساويها بدي أفصل يعني على فئات، إنه في فئة بتنظلم على حساب فئة، واحد عنده إعاقة حركية، الثاني عنده إعاقة فكرية، ما بصير أنا أحطهم مع بعض، هدول لهم أسلوب بالتعامل غير هذا الأسلوب اللي مثله ومثلي، وقت بيكون عنده إعاقة حركية مثله ومثلي مثل أي واحد بيتدرب، لكن أنا بدي شوف كيفية العمل، كيف بدي أعطيه شيء يلائم لعمله، تحفة فرضا واحد عنده إعاقة برجله، طيب هذا عنده إبداع بجوز أقوى مني يكون، لازم نهتم فيه، وعنده قدرات يحرك ايديه وكله اموره تمام، لكن شاء القدر او الظروف على انه في عنده اعاقه برجله او بايده بننمي له هذا الموضوع. والدورات هذه هلا بدها تصير بالنسبه لهم كمان بالتشابك مع جمعيه العادات الاصيله اللي هي هيك اهدافها، مع حاضنه الدمر والاتحاد العام للحرفيين، نحن بنكبر مع بعض، وبتعرفي الجماعه الله مع الجماعه وقت بيكونوا ايدهم صحيح مع بعض. والدوره عم تكون كمان كثير مهمه، يعني ساويت انا دورات سابقه اللي استفادوا منها مو بس مثلا ذوي الاحتياجات الخاصه، الاهالي يعني امهات اليوم اجوا يعني مع اطفالهم، اجوا معهم اطفال مع اطفالهم، وصارت انا وجه كمان في عنايه كثير حلوه على انه يهتموا هدول الستات اللي هي عم تتعب وتجيب ابنها وبدها تاخذه، طيب انت عدي معهم وخذي هذا الدرس وخذي معلومات، وبتعطينا كمان افكار ونحن بننميها، وبالنهايه بيطلع مشروع كثير حلو لكل الاطراف. صحيح، كثير حلو منكم هيدا الاهتمام اليوم بهدول الفئه من الاطفال او الناس من ذوي الاحتياجات الخاصه او ذوي الهمم، قد ايه هنن فعلا يوم مبدعين، ويمكن يكونوا عندهم كثير اهتمام بهي الحرف ونشوف عندهم انجازات كثيره. خبرنا يمكن اخر نشاطاتكم او اخر فعالياتكم ضمن حاضنه دمر شو هي كانت موجوده؟ نحن هلا ان شاء الله بالتنسيق مع الاستاذ لؤي شكو والاستاذ ناجي الحضوي رئيس الاتحاد العام للحرفيين، اللي امبارح كان نوجه له التحيه الكبيره انه هو اللي افتتح الدوره مع الاستاذ علي قرمشتي رئيس اتحاد الجمعيات الحرفيه بدمشق، حقيقه اعطونا دعم حلو وقووا معنوياتنا. هلا ان شاء الله يعني في فكره على انه يصير مهرجانات متتاليه بحاضنه الدمار، يعني ناطرين بالشهر القادم حيكون مهرجان رائع جدا، وهي الحاضنه مؤهلة على أنه يصير فيها مهرجانات دولية مو بس محلية، والبلد متعطشة لهيك مهرجانات، وكله بده ينطلق أنه يعرض هاي المنتجات الحرفية، وبصير تبادل خبرات تبادل ثقافات. أنا بدي نوه إذا سمحتوا لي تفضل للأهالي على أنه يعني نشدوا العزيمة لحنا وياهم نساعد على أنه يوجهوا بعناية كتير كبيرة هدول الشباب أو الأطفال اللي عندهم أبنائهم، يوجهون على انه يتعلموا حرفه، يعني اولا عم تكون في مواصلات مؤمنه، ثاني شيء مجانا، الاهم ما في الموضوع انه بكره فيما بعد بس يكبروا، لو بالبدايه مثلا عذبوهم وبدهم يقعدوا بالبيت بدهم يتجهوا للملاعب، كمان لازم نعطيهم فرص انه ولو يومين بالاسبوع يتجهوا على انه يتعلموا دورات، وبالاخير بيكبروا بالاضافه لعلمهم ينطلقوا لسوق العمل وبصيروا حرفيين وشيوخ كار والبلد بحاجتهم. اكيد استاذ عدنان اليوم انت يعني تقديم فرص عمل بالنهايه، ونحن بحاجه بسوق العمل يعني لهي الحرف لتضل موجوده بالذاكره وللاجيال القادمه. بدنا نتشكر حضورك لليوم وتحيه من خلالك لكل الاشخاص المتواجدين بحاضنه دمر المركزيه، يعطيكم الف عافيه. اهلا وسهلا استاذ عدنان. شكرا لك. اهلا وسهلا فيك استاذ عدنان، نورت صباحنا لليوم. اهلا وسهلا.